تلقائي الحاضر دائما مع الأمتار الأولى، مع هذا الاندفاع المثير، مع هذا الانطلاق المتميز، الصدارة والمقدمة. وأرى الظبي من قادة المجموعة منذ البداية، الظبي لراشد بن سيف بن عبد الله الشامسي متابعا لهذا الانطلاق، ومع المركز الثاني، المركز الثاني خيرة لمحمد بن ناصر بن طويل بن منصوري متابعا لهذا الانطلاق. الدور دور المركز الثالث الشاهنية لحمدان بن محمد بن سالم الكتبي مع المركز الثالث. ورابعا أرى القدوم في هذه اللحظات من سلهودة لمنصور بن محمد بن ثاني بن قطام السويدي متابعا لانطلاقة سلهودة مع المركز الرابع. خامس التحديات التسلل من جبارة بالشعار مسري بن سالم بالعرطي الحميري من يتابع انطلاقة جبارة مع المركز الخامس. وسادس التحديات رهنيم صيحة اهلال بن سعيد بن اهلال الظاهري في متابعة انطلاقة مصيحة مع المركز السادس. سابعا مشاهدينا متابعينا الكرام أرى القدوم لشهبارة لشاهين بخلفان بن راشد المزروعي، ومع المركز الثامن، المركز الثامن أرى التسلل في هذه اللحظات مع دمعة من بدأت تنطلق، مع المركز التاسع لحمد بن سالم بن محمد المدهوشي، وعاشرا أرى القدوم أيضا والتحديات المثيرة، الانطلاقات المتميزة. نتابع الوارية بالشعار سعيد بن محمد بن منانة من يتابع، من يتابع هذا الانطلاق مع المركز العاشر. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام، نداءنا الأول وجولتنا الأولى مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة والمندفعة بنا هذا الشوط في هذا التحدي المثير، مع هذا الانطلاق، مع هذا الاندفاع المتميز في هذا الجو الصباحي الممتع. نتابع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، وأرهني أيضا التحديات والكوكبة ثنائية على الصدارة وعلى المقدمة. نتابع خيرة، نتابع خيرة اللي منطلقة بناموس هذا الشوط، ومحمد بن ناصر بن طويل بن منصوري في متابعة وانطلاقة خيرة اللي منطلقة مع الصدارة، منطلقة منذ البداية. الظبي مع المركز الثاني بقمة التحدي وبقمة الإثارة والتنافس والصراع على مقدمة هذا الشوط. الظبي لراشد بن سيف بن عبد الله الشامسي، والثنتين الثنتين الثنتين اللي ابتعدن ابتعاد كلي عن بقية المشاركين. المركز الثالث، نتابع الشاهينية، نتابع الشاهينية مع المركز الثالث لحمدان بن محمد بن سالم الكتبي، ومع المركز الرابع سلهودة لمنصور بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي. مع المركز الرابع نتابع جبارة، نتابع جبارة تتقدم بكل خطى ثابتة إلى المركز الخامس، ومسري بن سالم بالعرطي الحميري أحد خبراء التضمير منذ فترة، منذ فترة طويلة أبو حمد في هذا العالم الساحر. ما شاء الله تبارك الله، انطلاقة متميزة لجبارة مع المركز الخامس. ولكن أرى خيرة، أرى خيرة تتسلل، أو شهبارة، شهبارة ولكن من الجانب الآخر مصيحة لهلال بن سعيد بن هلال الظاهري تتقدم مع المركز السادس. سابع التحديات شهبارة لشاهين بخلفان بن راشد المزروعي، ودمعة تتقدم مع المركز الثامن حمد بن سالم بن محمد المدهوشي في متابعة وانطلاق الدمعة مع المركز الثامن. تاسع التحديات من عمق الميدان أرى الشاهينية لهادي بن سعيد من جمهوره الأحبابي، وعاشرا أرى التقدم في هذه اللحظات والتسلل، التسلل للشامخة أحمد بن سالم بن مسلم القوبع المنصوري في متابعة وانطلاقة
الشامخة اللي بدت تتقدم بدت تنطلق الشامخة مع المركز العاشر. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. ندان الثاني أكملناه، أكملناه للعشر. الأسامي المنطلقة والمندفعة بناموس هذا الشوط ما شاء الله تبارك الله. التحديات، التحديات مثيرة والانطلاقات رائعة في هذا الصباح الجميل مع هذه الشعارات، شعارات أبناء القبائل الحاضرة بكل قوة في هذا الصباح مع هذا السن، سن الثنايا. لنا عودة مع الصدارة ومع البداية ومع المقدمة ما شاء الله تبارك الله. تحدياتنا، تحدياتنا مستمرة وانطلاقاتنا رائعة ومثيرة. ومغادرتنا، مغادرتنا للوحة الأربعة كيلومترات. انتصفنا المسافة، انتصفنا المسافة وبدينا، بدينا بدينا مع العد التنازلي لمجريات هذا الشوط مع الأداء المثير. الصدارة والمقدمة والظبي على رأس الحرب، على رأس الحرب منذ البداية. الظبي بالشعار وتحديات راشد بن سيف بن عبد الله بن سيف الشامسي اللي ينطلق على المقدمة. ولكن أرى الشامخ بدأت تشمخ في هذه اللحظات وتتسلل، تتسلل تسلل باين وملحوظ مع المركز الثاني. الشامخ ما شاء الله تبارك الله. ولكن أرى القدوم والتسلل من الشاهنية لحمدان بن محمد بن سالم الكتبي مع المركز الثاني. المركز الثالث سلهودة منصور بن محمد بن ثاني بن قطام السويدي، ومع المركز الرابع، المركز الرابع أرى التقدم الأخير لمحمد بن ناصر بن طويلب المنصور. يعلن، يعلن انطلاق خيرة وتحديات خيرة. ولكن وصلت، وصلت الشاهنية مع المركز الخامس، مع المركز الخامس بدأت تنضم في هذه اللحظات مع الكوكبة المتقدمة هادي بن سعيد بن جمهور الإحبابي في متابعة وانطلاقة الشاهنية. من بدأت تنطلق مع المركز الخامس الكوكبة خماسية على مقدمة هذا الشوط. ونغادر أيضا لحزام الغابات على اليمين ما شاء الله تبارك الله. المركز السادس جبارة لمسري بن سالم بن عرض الحميري. سابع التحديات أرى، أرى القدوم للشامخة لأحمد بن سالم بن مسلم القوبع المنصوري. يتابع، يتابع، يتابع هذا الانطلاق مع المركز السابع. مصيحة تتقدم مع المركز الثامن لهلال بن سعيد بن هلال الظاهري، ومع المركز التاسع، المركز التاسع القدوم للشاهنية. ولكن التحديات أيضا شهبارة، شهبارة مع المركز الثامن في هذا الاندفاع المثير. شاهين بخلفان بن راشد المزروعي يعلن انطلاقة شهبارة اللي بدأت تتقدم في هذه اللحظات. ومع المركز التاسع الوارية شعار سعيد بن محمد بن منانة يتقدم، ينطلق أيضا مع هذا التحدي المثير ما شاء الله تبارك الله. التحديات، التحديات جميلة والانطلاقات رائعة. ولكن لنا عودة، لنا عودة مع الصدارة، مع البداية، مع مقدمة هذا الشوط. نتابع، نتابع التغيير، نتابع التغيير اللي طرى وجرى على مقدمة هذا الشوط. والشاهنية قادت، قادت المجموعة، قادت المجموعة ما شاء الله تبارك الله. الشاهنية بهذا الأداء المثير. وهادي بن سعيد بن جمهور الأحبابي يتابع، يتابع انطلاق الشاهنية. ولكن أرى جبارة، جبارة، جبارة مع المركز الثاني تنطلق أيضا تبحث عن الصدارة، تبحث عن الصدارة. ومسري بن سالم بن عرض الحميري متابعا لانطلاقة جبارة. المركز الثالث الظبي راشد بن سيف بن عبد الله الشامسي. والقدوم من الشامخة لأحمد بن سالم بن مسلم القوبع المنصور ما شاء الله. المركز الخامس، المركز الخامس سلهودة.
لمنصور بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي يتابع انطلاقته وتحديات أيضا وانطلاقة سلهودة مع المركز الخامس خيرة تتقدم مع المركز السادس لمحمد بن ناصر بن طويلب المنصوري. والقدوم مشاهدينا متابعينا الكرام مع هذا الاندفاع المثير ما شاء الله تبارك الله نتابع التقدم نتابع مصيحة لهلال بن سعيد بن الهلال الظهري تنطلق مع المركز السابع ثامن التحديات أراهني منصورة لفري بن علي بن حمودة الظهري يتابع انطلاقة منصورة ومع المركز التاسع أرى أيضا القدوم والانطلاق المثير من الوارية لسعيد بن محمد بن منانة متابعا لهذا الانطلاق. ولكن لنعودة مشاهدينا متابعينا الكرام مع مقدمة هذا الشوط مع البداية مع الصدارة مع المقدمة والتغيير اللي طرى وجرى على المقدمة نتابع جبارة انطلقت مع الصدارة مسري بن سالم بن عرض الحميري يتابع انطلاقة جبارة. ولكن أرى الهجوم والشاهينية اللي انطلقت مع المقدمة هادي بن سعيد بن جمهور الأحبابي بدأ يدفع بالشاهينية بدأ تباعد المسافة ما شاء الله بعد المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير يا الله ما شاء الله تبارك الله مع هذا الأداء المثير والشاهينية باعدت المسافة هادي بن سعيد بن جمهور من يتابع هذا الانطلاق المثير ومع المركز الثاني نتابع مصيحة هلال بن سعيد بن هلال الظاهري يعلن أيضا الانطلاق مع المركز الثاني أرى التسلل المنصورة لفري بن علي بن حمودة الظاهري ومع المركز الثالث مصيحة الهلال بن سعيد بن هلال الظاهري واللحظات الأخيرة اللحظات المثيرة الشاهينية. ولكن منصورة قادمة بكل قوة في اللحظات الأخيرة الشاهينية هادي بن سعيد بن مصلح بن جمهور الأحبابي يعلن الانطلاق والتقدم لمنصورة مع المركز الثاني فري بن علي بن حمودة الظاهري واللحظات الأخيرة الصمود مع الشاهينية والانطلاق المثير سلام الفقة سلام مع الأداء المثير اللي تقدمه الشاهينية تهانينا لهادي بن سعيد بن مصلح بن جمهور الأحبابي على فوز الشاهينية بالمركز الأول المركز الثاني منصورة فري بن علي بن حمودة الظاهري المركز الثالث مصيحة لهلال بن سعيد بن هلال الظاهري ومع المركز الرابع جبارة لمسري بن سالم بن عرض الحميري خامس التحديات تصل دمعة لحمد بن سالم بن محمد المدهوشي. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس الأسامي المتقدمة في هذا الشوط. لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول الشاهينية إلى خط النهاية تقطع مسافة 8 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 12 دقيقة 59 ثانية وتسع أجزاء من الثانية. تهانينا لهادي بن سعيد بن مصلح الأحبابي على فوز الشاهينية بالمركز الأول. تصل مع المركز الثاني منصورة لفري بن علي بن حمودة الظاهري وتاتي بتوقيت زمني مقدار 13 دقيقة 41 أجزاء من الثانية بينما اللي وصل مع المركز الثالث هذه لحظات وصول مصيحة 13 دقيقة بالتأكيد هذه لحظات الوصول 4 ثواني 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لهلال بن سعيد من هلال الظاهري تهانينا للجميع والناموس. شاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل نجدد لكم التحية وهذا